فقر وجه امرأة، هذا ما قررته الأمم المتحدة في سنوات سابقة. وبالإضافة إلى هذا، هناك الضغط الاجتماعي، هناك الممارسات التمييزية، هناك العنف الأسري إلى غيرها من المعاناة التي تعاني منها المرأة، سواء كانت عربية أو في دول أخرى. ولذلك مواجهتها للوباء هي تواجهه بشجاعة كاملة لحماية أسرتها وأطفالها وزوجها ومحيطها وإلى غيره، لأنها متعودة على الصبر وعلى المواجهة وعلى المعاناة. لكن هل هذا يكفي لتجنيب المرأة ولتجنيب الأسرة نتائج آثار الوباء المستقبلية؟ أعتقد أن هذا من الصعب أن نتصوره أو أن نستشرفه، لأن نتائج هذا الوباء أكيد ستكون خطيرة جدا، وإذا لم ندرسها بالإضافة إلى ما هو يقع اليوم، ندرسها كيف سنواجه هذه النتائج، كيف سنواجه هذه المخلفات، فإننا سنبقى فقط في مواجهة الوباء، لأن الوباء سينتهي في أي يوم من الأيام، طال أم قصر الزمن سينتهي، وما بعد ذلك؟